كابتن اسامه الف مبروك، فوز مستحق النادي الاهلي برغم ان الاداء الشوط الثاني ما كانش زي الشوط الاول. مظبوط، الحمد لله على المكسب. كان برضو مهم معنويا النادي الاهلي يكسب سيمبا ويلحق بالهزيمه الاولى في المجموعه بالنسبه لسيمبا يعني لي، والنادي الاهلي رد اعتباره من الهزيمه الاولى وفوز معنوي. الاداء طبعا متباين جدا على مدار الشوطين، الشوط الاول الى حد ما جيد، الشوط الثاني طبعا اقل كتير. اعتقد النواحي البدنيه باينه جدا انه في تعب غير طبيعي، وباينه بالذات على الناس اللي بتلعب كتير. يعني في ناس بتحاول وبتجري ممكن يكون ادائها قليل مش بدني، يعني زي بيكهام مثلا الشوط الثاني، قلنا الشوط الاولاني عمله كويس قوي، الشوط الثاني بيحاول لكن مش فايق قوي، زي اكرم توفيق لما بينزل بيجري كتير وبيحاول لكن يعني ممكن نتكلم عليه فنيا في حته غير البدني. لكن على بدر بنون، على ايمن اشرف، على عمرو السوليه، على قفشه، تشعر على فيه جهاد، كل تحس فيه تعب، والتعب بيخليك تخطا كتير. مظبوط، تمرير كتير خاطئ، ده اللي شفناه الشوط الثاني. تمرير كتير خاطئ، تلاقي الخطوط متباعده، المسافة كبيرة قوي بين الناس اللي قدام والخط الخلفي اللي فيه بدر ورامي. لكن الحمد لله في النهاية النادي الأهلي كسب وقدر يطلع بثلاث نقط وفوز معنوي، ويعني الحمد لله على النتيجة. الحمد لله.